السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله نستعرض مع بعض افضل 5 مواقع لتحميل خلفيات بجودة عالية 4K للبي سي ان شاء الله. ولو انت حبيت بقى تحمل خلفيات جيمنج بقى على طبيعة، على خلفيات كده بقى ايه، عربيات والحاجات اللي شبه كده، فكل حاجة هتلاقيها في المواقع اللي انا هستعرضها معاك دي ان شاء الله. ولو انت مثلا معجب بسلسلة اساسين كريد، باتل فيلد، كول اوف ديوتي، جي تي ايه، تقدر انك تبحث عن يعني في السيرش تقدر تبحث عن الخلفيات اللي شبه كده، وهيظهر لك حاجات متعلقة بالحاجة اللي انت بحثت عنها. يعني مثلا ابحث عن اساسين كريد، هيطلع لي صور وخلفيات لاساسين كريد وحاجات شبه كده. الموقع الخامس معانا هو موقع كده لذيذ، موقع عليه خلفيات الصراحة يعني لا يستهان بها، خلفيات بجودة عالية وحاجة روعة الصراحة. تقدر طبعا مثلا خلفية شبه دي لو انت حبيت تحملها، فإما تضغط على داونلود فري أو تقدر إنك تختار إنت بنفسك المقاس، يعني إذا كان 4K أو لارج اللي هي 2400 × 1350 أو مثلا ميديوم أو سمول، تقدر تختار. وطبعا التحميل مجاني تماما، وتقدر كده تبص على الصورة تشوفها تعجبك ولا لأ. بس طبعا يعني ما تبصش على الجودة من بره كده، يعني حملها الأول وجرب إنت. طبعا بعد ما تحملها ولو إنت حبيت يعني تحطها بقى أو تعمل لها تعيين للديسكتوب، انها تتحط كخلفيه للديسكتوب، فانت هتحطها كده مثلا هنا في اي مكان وكليك يمين عليها وست از ديسكتوب باك جراوند، هتلاقي على طول اتحط باك جراوند للديسكتوب واستمتع بالخلفيه. في مواقع الاسطوريه، موقع بيقدم لك خلفيات يعني جميله جدا وخلفيات بجوده عاليه. لو جيت هنا كده وبصيت هتقدر انك تحدد نوع الخلفيه اللي انت عايزها. انت مثلا عايزها عن الاكل، عايزها عن الجيمز، عن الجيمز مثلا ارت يعني رسومات. نيجي نضغط هنا على فيو اول بحيث ان هو يعرض لنا كل الخلفيات. بعد كده مثلا عندك خلفيات شبه دي، ولو انت حبيت تخش على الصفحه اللي بعدها فكل اللي عليك انك يا تضغط نيكست او تختار الصفحه الثانيه، هيجيب لك الخلفيات اللي في الصفحه الثانيه. عندك خلفيات روعه مثلا حاجات شبه كده، تقدر انك مثلا تضغط عليها هيفتحها لك في صفحه جديده. حاجة زي دي لو حبيت تحملها تعمل لها داونلود بكل بساطة وهتبدأ تحمل معاك. ولما بتقف كده على زرار الداونلود تقدر تحدد المقاس اللي انت عايزه، يعني HD ولا FHD ولا 2K ولا 4K. فانا مثلا اختار ال4K. في مثلا خلفية زي دي برضو خلفية جميلة، وزي ما قلت لك ما تحكمش على الجودة من بره، يعني احسن لك حملها الاول كده. طبعا في 5K، يعني انت متخيل جودة 5K كمان. نخش بقى كده على الموقع اللي بعد كده، وزي ما قلت لك ده موقع اسطوري وتصفحه، يعني شايف الخلفيات عامله ازاي. خش بقى برضه على الموقع اللي بقى رقم 3 معانا وكمل يعني مع بعض. خلفيات مثلا بقى كتيره، واهم من كده تقدر تبحث برضه، يعني مثلا لو انا بحثت عن جي تي اي في مثلا، هيظهر لي الحاجات اللي علاقه بجي تي اي بقى وبجوده يا معلم مهيص بقى، يعني خلفيات روعه. تقدر مثلا تختار اي خلفيه، مثلا انا هختار الخلفيه دي تمام، فيفتح حالي بقى وتقدر انك تحملها. او مثلا انا اخترت الخلفيه دي فاقدر اعمل لها داونلود من هنا اهي. تقدر تعمل شوز للريزوليشن، وتقدر تعمل بعد كده داونلود للول بيبر. فمثلا انا هختار اعلى حاجه اللي هي ال4K، يعني انت في مقاس للشاشه بتاعتك، يعني اول مقاس ده مقاس الشاشه بتاعتك او الفا كودرز تمام. الموقع ده بقى ليه ميزة وعجبني فيه عن بقية المواقع، انك مثلا بقية التقسيمة، يعني انت هتلاقي الموقع مقسم لك كده ايه، هتلاقي الموقع مقسم لك يعني انت مثلا عايز الصورة دي عجبتك، اول ما تضغط عليها هيفتح لك حاجات ليها علاقة بنفس الصورة، حاجات بقى مثلا خلفيات زي دي وجودة عالية، مثلا اللعبة زي دي مثلا، او لعبة ذا ويتشر تمام، او فيلم قصدي ذا ويتشر ومعمول عنه لعبة تمام. خلفية يعني نقاء للعين، تقدر مثلا تضغط على الخلفية دي تمام. طبعا ما شاء الله الجرافيك بتاع اللعبة حوار تاني، يعني اصلا جرافيك اللعبة لوحده حاجة عظمة. فهنعمل داونلود اوريجينال، يعني تحملها بالجودة الطبيعية بتاعتها. لو انت مثلا حبيت انك تحمل مقاس الشاشة فهتلاقيه موجود هنا وتقدر تحمله. لو فتحنا مثلا وجينا نعمل سيت للخلفية من هنا زي ما قلت، اول ما تضغط هيتعين خلفية طبعا بجودة عالية. الموقع الاخير معانا، والموقع ده حرفيا يا جدعان بيقدم عظم.
اول هاشتاج معانا ده مثلا اول ما تخش هتلاقي حاجه كده عن الطبيعه، تمام، واي بقى صوره انت عايزها، يعني مثلا صوره زي دي، لو جينا نرجع نخرج كده صوره زي دي، صوره بص بجوده عاليه، طبعا دي مش 4K بس برضو الجوده بتاعتها عاليه. انا مثلا حبيت اجي ابحث عن حاجه معينه، باتل فيلد مثلا، بص بقى عد بقى يا معلم، خلفيه زي دي حاجه كده يعني عظمه، خلفيه مثلا خلفيات بقى، عندك خلفيات بالهبل اصلا عن باتل فيلد وحاجات تانية كتير مثلا. بس دي نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم فضغطوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.